السلام عليكم طلاب، شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. طبعا طلاب، اليوم عندنا موضوع جديد اللي هو سفاكسيكال هوموفونز. شوفوا طلاب، طبعا بهذا الفيديو راح نعطيكم الزبده، نعرف الكلام والحكي المطول، نعطيكم الزبده انه هاي الجمله شلون نعرف هاي يعني الاضافه اي ار سي بي اي ار ان اي ار ار بي والى اخره. هسه يقولون انتم شنو هاي الاضافات؟ هسه راح اجينا واحده واحده. زين، ف من راح اقول لكم انه شلون اعرفها، راح ناخذ مجموعه امثله، بالتالي راح نضبط الموضوع بشكل سهل وسريع، فخلوكم وياي. اول شيء عندنا احنا طلاب هنا، ركزوا وياي، تذكرون الانفلكشنال مورفيم اي ار سي بي باضافات الانفلكشنال مو 9، اكو واحد اي ار سي بي يعني هاي الاي ار اضيفها للصفات والظروف، قلنا ما المقارنه صح، مثل بيجر هوتر سمولر والى اخره، هاي متين منها. زين، هاي الإضافة يقول has two homophones. شنو homophones؟ homophones معناها إضافات يعني نفس الشكل بس المعنى والوظيفة يختلف. شلون يعني؟ يقول هاي الـ ER أنت مو ماخذها ER مال مقارنة؟ إي حلو. يقول أكو ER ثانية بس مو للمقارنة مال اسم، وأكو ER ثالثة مو مال مقارنة ولا مال اسم، كمال شنو؟ مال تكرار. فيقول هاي الإضافة مال إي آر صح، هي إي آر أكتبها في هذه الكلمة بس إلها وظائف متعددة، فإذا الإضافة نفسها أضيفها للكلمات ولكن هاي الإي آر إلها وظائف متعددة، مرة للمقارنة، مرة تكون الاسم، مرة تسوي لتكرار، هاي الوظائف المختلفة أسميها هوموفونز. فتعريف الهوموفونز معناه نفس الإضافة ولكن الوظائف مختلفة. شلون يعني؟ ركز وياي، احنا مو ماخذين ERCP يعني اضافة الـ ER تدخل للصفات والظروف على مود كون المقارنة. ايش راح تسوي الدكتورة هي؟ تعطيني جملة، بهاي الجملة لقى كلمة بها ER، تقول لي هنا الـ ER شنو الوظيفة مالتها او يا نوع من انواع الـ ER هنا. شوف، اذا لقيت ذان بالجملة، يعني هنا لقيت كلمة بها ER ولقيت كلمة ذان، اقول هاي الكلمة بها ER شنو الرمز مالها؟ ERCP يعني هاي الـ ER للمقارنة. ليش؟ الدليل قذان صح؟ والكل يعرف انه من اجي اقارن، من اضيف ER اقارن بين شيئين ولازم اخلي ذان. حلو، هاي الاضافة الاولى اللي احنا متعارف عليها ماخذينها سابقا. الاضافة الثانية اللي هي هاي، طبعا طلاب هاي الاضافة الـ ERCP ايش تعتبر؟ inflectional، لان يعني اخذناها احنا بالعلامات او الاضافات التسعة اللي اخذناها مسبقا بالانفلكشنال، الاي ار تدخل عليه من الصفات او ظروفها في سبيل تكون لي مقارنه. زين، الاضافات الثانيه مال اي ار البقيه ذني ديريفيشنال. ليش ديريفيشنال؟ ركز، الرمز مال الاولى اي ار ان شنو معناه؟ يقول اي ار اضيفها لها كلمه في سبيل تسوي لي اسم، فهاي الان اختصار لكلمه ناون. شلون يعني؟ شرحتها مسبقا، قلت لكم اكو كلمات مثل كلمه ورك يعمل فعل، لو اضيف له اي ار الصار مو صارت عامل صح لو لا؟ فهنا نتحول من فعل الى اسم، وهاي الخاصيه تابعه للانفلكشنال وديريفيشنال، تغير الصفه فعل فعل اسم للديريفيشنال صح. فعندما اضيف اي ار الى فعل وهذا الفعل يصير اسم، هاي الاي ار اقول رمزها اي ار ان، معناه هاي الاي ار سوت لي اسم. تمام، مثل انطيني مثال عندك هنا بالصفحه الثانيه، مثل كلمة هانتر يعني صياد، هي بالأصل إيش كانت؟ هانت يصيد فعل، ضفت لها إي آر صارت صياد، فهاي الإي آر أقول رمز مالها شنو؟ إي آر أن، طبعا لا تنسون القوس أكتبه طبعا. خوش، فيشر يعني صياد السمك، هي بالأصل إيش كانت؟ فيش، فيش تجي مرة بمعنى اسم سمكة أو فيش بمعنى فعل يصيد سمكة. تمام، يصيد، ففيشر صياد السمك صارت اسم، فهاي الاي ار اقول رمز مالها اي ار ان، حولت من فعل الى اسم. كامبر جولفر لافر الى اخره، هاي الاي ار تدخل على الفعل تسوي لي اسم، فالرمز مالها شو يكون؟ هاي الاي ار اي ار ان. زين، هذا النوع الثاني. النوع الثالث طلاب اسمه اي ار ار بي، شنو معناه؟ يقول اكو اي ار اضيفها للكلمه بس هنا يا معنى ينطيني مو معنى مقارنة مال ERCP حلو،
ولا فعل يسوي لي اسم ERN شنو؟ لا يسوي لي تكرار repetition. فهي RP اختصار لكلمة repetition. شنو معنى repetition هنا؟ التكرار شنو معناه هنا؟ شو يقصد بالتكرار؟ يقول هاي الكلمة بها ER من ترجمها ينطيني تكرار، يعني معنى تكرار. شلون يعني؟ مطينا كلمات ذني ركزوا عليهن: باتر، جلتر، فليكر، موتر، تشاتر وإلى آخره. مثل خلنا نأخذ كلمة جلتر. جلتر معناه وميض، يعني يقول ضوء إقبال النهر أو المحيط. الضوء إيش فيه؟ يطفو ويشتعل، يطفو ويشتعل. فهنا الوميض يصير وين؟ على البحر أو النهر. تمام؟ زين. فهاي الضوء يروح ويجي، يروح ويجي، هاي عملية تكرار. فيقول هاي الـ ER ما التكرار. زين. عندك كلمة تشاتر. تشاتر يعني شنو معناها؟ مراسلة. من راسل، من يسوي مراسل أنت وصديقك، أنا وياك وإلى آخره. هاي مراسلة. أنت تدز رسالة وأنا دز رسالة. الدز ودز لك، الدز ودز لك، ريالزات، محادثات وإلى آخره. هاي تكرار. أنت تدز وأنا دز. فهاي الـ ER أقول ERRP. راح يسألون تقولون زين أنا هنا أنا لازم أحفظ معنى الكلمة، لازم عندي مفردات قوية على متعرف هاي الـ ER مال تكرار، صح؟ شوفوا طلع أكو مجموعة كلمات بس ذني تكون الـ ER هي ERRP. أنتم اطلعوا عليهن على مود من تجي كلمة من عندهن نقول هاي الـ ER هي RP. أما البقية إذا لقيت ذان أقول هاي مال مقارنة ERCP. أما إذا لقيت فعل صار اسم ERN، والبقية ERRP اللي هو التكرار. زين. هسه احتمال صارت يمكم يعني شوية بها غموض، بس خلنا ناخذ هسه المثال أو التمرين راح تكون أوضح لكم. شوفوا هنا ركزوا وياي. خلنا نتفق هسه بدا احنا قلنا الـ ER ثلاث أنواع. ERCP هاي الـ ER مال مقارنة اللي هي inflectional. أخذناها من ذنج 9. وعندنا ER شبيهة N هاي تدخل على الفعل تسوي اسم هاي derivational. وعندنا ERRP هاي تدخل على الكلمة تسوي لي معنى التكرار هاي أيضا derivational. شوف هذا التمرين شي يقول؟ يقول لك رقم واحد ERCP يعني هاي ERCP شنو هاي؟ هاي inflectional، ضابط inflectional. as in bigger، big bigger يعني كبير أكبر، هاي مال مقارنة. ERN يقول هاي derivational suffix، أضافة derivational شبيهة مثل singer، هي بالأصل كان سينج يغني، ضفت ER صارت مغني من فعلها اسم، فهاي ER أقول ERN اللي حولت من فعلها اسم. الثالثة ERRP ما التكرار، طبعا تعتبر derivational مثل كلمة flutter. خلنا نجي هسه للجمل. شوف النقطة الأولى this is a heavier tennis racket than I want. يقول هاي أثقل يعني مضرب تنس من اللي أنا أردته. أول شيء لقيت كلمة هافير بها ER، أجي أشوف الجملة أكو ذان. إذا لقيت ذان قبل أقول هاي الكلمة بها ER الرمز مالها راح يكون ERCP مال مقارنة. هنا لقيت ذان، إذا قبل مباشرة شو أسوي مقابلها بالفراغ؟ يعني أفتح قوس أكتب ER شنو CP وسد القوس. حلو زين. أروح للجملة الثانية. الجملة الثانية شوف يقول we watched the shimmer of the evening light on the waves. يقول لاحظنا طبعا نشوف هاي الكلمة shimmer بها ER. أجي أكو ذان بالجملة؟ لا ماكو. إذا مال مقارنة راحت من بالي، بقى اثنين، يا أما مال فعل يصير اسم ERN أو مال تكرار ERRP مال تكرار، واحدة من اثنين. يقول إحنا لاحظنا يعني هم أيضا نفس الحالة قضوب يقول بالليل يعني على مواج مال البحار أو المحيط شبيه يروح ويجي يروح ويجي تكرار هنا. فالشمر معناها إنه الضوء يطفو ويشتعل يطفو ويشتعل، هذا تكرار repetition. فأقول الرمز ماله شنو؟ يعني هيك أفتح قوس ER شنو؟ RP وسد القوس كمل. أروح للنقطة الثالثة. النقطة الثالثة شو اللي بيها؟ شوف يقول the fighter weight in at 180 pounds. يقول المقاتل أو وزن المقاتل هو 180 pound. وزن المقاتل fighter أجي بها ER. ركز أكو ذان بالجملة؟ لا ماكو. ف ER CP ما المقارنة راحت من بالي، بقت اثنين عندي، يا ما ERN هاي تدخل على الفعل تسوي اسم أو ERRP ما تكرار. أجي هنا يقول the fighter، fighter
معناها مقاتل. بالأصل إيش كانت؟ فايت، يقاتل فعل. ضفت لها ER صارت من فعل يقاتل إلى مقاتل اسم. فهنا الـ ER شو اعتبرها؟ اللي هي النوع الثاني اللي هو ERN. بس أكتب فقط الرمز، ما يحتاج أقول derivation أو suffix، ما يحتاج، بس الرمز. نجي الرابعة، he was tougher than he looked. يقول يعني هو كان يعني قاسي أكثر من ما يبدو على شكله. أجي هاي اللي بها ER تافر، أكو ذان بالجملة؟ إي هاي. فإذا قبل أقول هاي تافر بها ER، فهاي الإضافة ER شو تكون؟ ERCP مع المقارنة. من تشوف ذان موجودة قبل تقول هاي الكلمة اللي بها ER، هاي ER شو اعتبرها؟ ERCP مباشرة. نروح للجملة الأخيرة، يقول يا بي the jabber of voices came through the open door. أجي جابر بها ER، أكو ذان؟ ماكو ذان. حلو، فيبقى عندي يا أما ERN يعني هاي تدخل على الفعل تسوي اسم، أو اللي تدخل على اليمن على الكلمة تسوي لتكرار ERRP. أجي يقول the jabber of voice، يقول تكرار الصوت، يعني هذا الصوت اللي جاي يجينا كل ساعة منين؟ من الباب المفتوح. نا تكرار إنه صوت جاي يجينا كل ساعة يجينا صوت. فهالـ ER أقول مال من ما التكرار. طبعا هاي الكلمات ما التكرار ذن الفوق، طبعا تأشرونهن تحفظونهن أو تنيشنونهن أنتم ذني، وبعد وفلتر حلو، وهنا شمر حلو، وهنا جابر. بس ذني حاليا عندكم أشرون، إذا أجن واحدة من ذني تقولون ERRP. تمام، وبنهاية الشابتر الثامن أكو مجموعة كلمات أيضا للتكرار. أنتم هسا ركزوا بس على ذني، ثلاثة خمسة وذني ثلاثة، يصير ثمانية، ثمان كلمات ذني الـ ER اعتبرها ERRP ما تكرار. أما البقية إذا لقيت ذان أقول هاي الـ ER ما المقارنة CP، وإذا لا لقيت فعل صار اسم ERN. واضح؟ هنا شلون يجي بالامتحان؟ تعطيني الدكتورة جملة من ذن الجمل الخمسة، تقول لي الكلمة هنا اللي بها ER شنو رمزها؟ أقلها. إذا لقيت يا بذان قلت لكم ERCP ما المقارنة، إذا لقيت فعل صاير اسم أقول ERN. حلو، إذا لقيت تكرار أقول ERRP. بس هاي لاحظتوا، هو هذا موضوع السفكس كل هوموفونز إضافات. إذا لاحظتوا هي نفس الإضافة ER جاي أضيفة، بس الوظيفة تتغير، مرة تحول فعل إلى اسم، مرة تعطيني تكرار، مرة مقارنة. فهاي الإضافة إذا نفسها أضيفها ولكن الوظيفة تختلف، هاي يسمونها سبكس كل هوموفونز. هاي كملنا هسه الـ ER، خلنا نروح هسه لمن؟ للـ ING. هسه الـ ING شوفوا الـ ING مو أخذنا واحدة بالإنفلكشنال، قلنا تدخل على الفعل سواء كان يعني يصير الفعل ماضي مستمر مضارع مستمر، المهم الـ ING تدخل على الفعل play playing write writing، هاي بالإنفلكشنال أخذناها. اي يقول هاي الـ ING هم بها نوعين، يعني أكو بعد غير هاي أم الـ ING اللي تدخل على الفعل. يقول لا أكو ING بعد اثنين، ذن اثنين derivational، فهاي الـ ING أيضا بيها homophones، يعني نفس الإضافة أضيفها اللي هي ING للكلمات ولكن وظيفة تختلف. شلون؟ عندنا ثلاثة بالأساس، الأولى ING VB هاي inflectional أخذناها مسبقا. هاي شلون تميزونها طلاب؟ شوفوا طلاب، خلنا نعلمكم في طريقة معينة، وهاي استخدمها أنا، استخدمتها ودرجة كاملة حصلت بيها. ركزوا لي على معنى الكلمة اللي بها ING. الـ INGVB معناها حركي، يعني مثلا كلمة playing playing لعب، بحركة لو ماكو حركة لعب أقول هاي INGVB. writing كتابة حركي، يعني شكو كلمة بها ING ولكن المعنى مهله يتضمن حركة، أقول هذا يعني هاي الـ ING هي INGVB نقطة على سطر. إذا شفت المعنى حركي شلون؟ من راح أروح للتمرين راح أوضحها لكم أكثر. هذا النوع الأول يكون inflectional ماخذينه مسبقا. النوع الثاني INGNM، شنو معنى NM؟ معناه nominal. شنو معنى nominal؟ معناه هاي الكلمة اللي بها ING ممكن تجينا مكان الاسم، يعني ممكن ألقاها مكان مفعول به أو مكان الفاعل، جدا طبيعي. فهي ليش سموها nominal؟ لأن تقدر تأخذ وظائف الاسم الناون، تجي مكان الفاعل المفعول به وإلى آخره. شلون؟ طريقتي، الطريقة الأولى شكو كلمة بها ING وتلقى ضايفي لها S مثل readings weddings meetings، تلقائيا بس تشوف كلمة بها ING ووراها S تقول هاي الـ ING هنا شنو
ING أن أم رمزها إذا كانت بصف الـ INGS. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا أجت الكلمة اللي بها ING بمكان الاسم. شلون؟ شوف هنا أنا. He attended the meeting. هو حضر الاجتماع. هي اللي هي subject الفاعل. Attended الفعل حضر. The meeting مفعول به. صح؟ هنا الميتينج مو بها ING. أي بمكان من جاية. طبعا the meeting كلها يعني the meeting تعتبر noun phrase عبارة اسمية. هاي العبارة الاسمية noun phrase أو مكان من اجتني الفاعل والفعل والمفعول به المفعول به. إذا اجتني كلمة بها ING بمكان الاسم أقول عليها أيضا ING and am nominal. راح تقولون شنو مكان الاسم؟ أنت المفعول به شنو المفروض أخليه؟ يا كلمة أخليها مكان المفعول به؟ لو اسم لو ضمير صح؟ لو ضمير مفعول به لو اسم. هاي هي منتهين منها. فإحنا ليش قلنا nominal اسمها nominal؟ معناها الكلمات يا أما اللي تنتهي ب ING وراها S أو الكلمات اللي بيها ING تجي بمكان الاسم. يعني لا ما يعني يا أما مكان الفاعل أو المفعول به. فهنا ذا ميتينج ميتينج كلمة بها ING وين هاي الكلمة جاية؟ بمكان مفعول به. فأقول الـ ING بالميتينج هي ING and M. واضح؟ هذا النوع الثاني. زين هسا النوع الأول قلنا INGVB معناها الكلمة اللي بها ING المعنى ما لها حركة ضمن حركة. زين الـ ING and M النومينال حالتين يا أما كلمات تنتهي ING وراها S أو كلمات يعني بها ING ولكن هاي الكلمات تجين يا من مكان الفاعل أو المفعول به. زين الحالة الثالثة الأخيرة طبعا هاي النومينال الـ ING and M يعتبر derivational هاي الإضافة صح؟ لأن ما عندنا مثلاً شيء inflectional وحدة nominal لا derivational. عندنا فد نقطة معينة تعالوا لو بالله هسه هاي الجملة I saw a burning house. أنا شفت منزل محترق. منزل محترق يعني جاي يحترق. زين burning شو اعتبرها؟ كلمة بها ing صح؟ زين هاي ال ing أول شيء بها s؟ لا ما بها s. زين جايت بمكان الاسم؟ لا الاسم راح يصير هاوس. فالبرنينج مو يعني مو اسم. هاي البرنينج اقول INGVB فعلية. ليش فعلية؟ يقول انا شفت منزل محترق يعني جاي يحترق. هاي الاحتراق بحركة اللي ما بحركة اي جاي يحترق المنزل جاي يحترق فهاي حركة. فاقول هاي INGVB حركية. شوف الجملة الثانية I saw a house burning. هنا شمسه هو فقط يعني قالب الهاوس بمكان البورنينج. يقول نفس الشيء نفس الشيء هي الـ ING شو تكون فعلية ليش؟ لأن بيها حركة. يقول أنا شفت منزل محترق يعني جاي يحترق جاي يحترق المنزل. فهاي عملية الاحتراق ممكن تطول ساعة نص ساعة ساعتين بيها حركة. فهاي الـ ING يقول في بي هاي فوق هو كاتب ING في بي. زين هسه حاليا قلنا ING في بي حركة المعنى ما لها يكون حركي والـ ING and M النومينال يا اما الـ ING وياها S او كلمة بها ING تيجي مكان الفاعل او المفعول به. هسه روح الى نوع اخير اللي هو الـ ING AJ. يعني شنو معناها الـ AJ؟ معناها adjectival صفة. معناها هنا شنو؟ كلمة بها ING ولكن المعنى مالها مو حركي يعني ذاك الفعلي. ها معنى صفة مثل interesting exciting ذني كلمات صفة. زين يقول يعني مو دائما مو دائما بس يقول الغالب بالغالب هذن الكلمات اللي بيها ING وتكون يعني ING AJ تابعة للصفة يقول مسبوقة بكلمات very rather quite وكلمة more أيضا. يقول ذني يسبق أن الكلمة اللي بيها ING اللي تعود إلما للصفة. خلنا نأخذ مثال it is a very comforting thought. يعني يقول هاي فكرة كلش مريحة. أجي أنا comforting كلمة بها ING أول شيء أجي هاي بها ING بها S لا ما بها S حلو معناها بحركة لو ما بحركة أنتظر يجوز ما أعرفها أشوف قبلها لقيت very more quite rather واحدة من ذني لقيت very. فما دام لقيت ذني كلمات very و more quite rather تلقائيا تقول هاي الكلمة ال ING هي ING AJ يعني هاي الـ ING هي تابعة للصفة
ليش؟ لأن مسبوقة ذن الكلمات، ذن الكلمات هي الفيري والراذر الكوايت أو المور. شوف المثال الثاني، This is a more exciting movie. يقول هذا يعني فيلم ممتع. أجان exciting، كلمة بها ing exciting. أجي أشوف قبلها أكو شيء، لقيت more، فما دام لقيت more قبل أقول هاي ing هي ing ag. يعني باختصار طلاب شلون تميزون بهن أكثر، انتبه من تجين الكلمة بها ing أشوف قبلها، إذا لقيت very، quite، rather، more، واحدة من ذن الكلمات، أو حتى كلمة seem، هسه راح يجيها seem، ذن الخمس كلمات، إذا شفت الكلمة بها ing مسبوقة بإحدى ذن الكلمات تقول هاي الكلمة بها ing رمسها ing aj تابع للصفة، معناها صفة. حلو، إذا أكو حركة أقول هاي ing vb. أما النوع الثالث يكون للنومينال، اللي هو ياما تكون كلمة بها ing وياها s، أو الكلمة بها ing جاي مكان الفاعل أو المفعول به. تمام؟ زين، هنا أنا هسه طلاب شوفوا بهاي الصفحة، يقول I saw a rather boring house. يقول هاي خطأ الجملة، ليش؟ مخلي علامة نجمة بالبداية يدل إنه هاي الجملة خطأ. ليش خطأ؟ ليش؟ أجي أنا أقول كلمة burning كلمة بها ing صح؟ حلو، احنا من ساعة قلنا البيرنينج بيه حركة دايناميك، يعني بيه حركة مسج يحترق، يعني هاي المفروض تكون ing vb صح؟ اي. اجي اشوف قبل الكلمة ايش لقيت؟ rather. انا ايش قلت لكم؟ الراذر والكوايت والمور والفري ذني من القهن، معناها الكلمة بيها ing للصفة وليس للفعل، يعني ing aj وليس ing vb صح؟ فهنا يقول هاي اضافة الراذر غلط، غلط، ما يصير أضيف هاي الكلمة الفعلية اللي بيها حركة. الحل شو أسوي؟ أحذف الراذر، أقول I saw a burning house بس، لأن هاي الراذر تيجي فقط ويا الكلمات اللي بيها ing تابعة للصفة، وإحنا البورنينج من ساعة قلناها قلنا بيها حركة دايناميك فتكون فعلية ing vb. شوف الجملة اللي جواها، ركزوا وياي. يقول that interesting snake، that crawling snake. ركز هنا أنا ال ing راح نشوف وظائف اللي تختلف، ركز على المعنى. يقول هاي الأفعى الممتعة، برأيك interesting هنا المعنى ممتعة صح؟ معنى بحركة ing vb، لو بصفة ing aj، لو جاينا مكان الاسم لو بs ing nm، معنى صفة. يقول هاي الأفعى الممتعة، شوف المعنى مهم، أقول ing aj رمز مالها، فأفتح قوس أكتب ing aj وسد القوس وخلي الخط هذا هنا، هاي متي منها طبعا. زين، شوف للجوا، يقول that crawling snake تلك الأفعى الزاحفة جاي تزحف. هنا الزاحفة جاي تزحف، أكو حركة لو ماكو حركة؟ أكو، فأقول هاي ال ing المتابعة لل ing vb الحركية، لو ال ing aj الصفة توصف، لو ing nm اللي هي بها s أو جاء مكان الاسم هنا حركة، crawling زاحفة، فأقول رمز مالها ing vb. شفت شلون؟ فركز على الكلمة اللي بيها ing يبين المعنى مالها. زين، يقول أيضا ال ing aj ألقى قبلها مرات سيم، كلمة سيم يبدو شلون؟ طبعا هاي السيم تيجي فقط ويا الكلمات اللي بها ing صفة، يعني من أشوف سيم وياها كلمة بها ing قبل أقول هاي الكلمة اللي بها ing aj. شوف، يقول that snake seems interesting، يقول هاي الأفعى أو تلك الأفعى تبدو ممتعة، هي من المعنى تبدو ممتعة صفة. والشيء الثاني مسبوقة بسيم، وقلت لكم أنا السيم تيجي ويا الكلمات اللي بيها ing تابعة للصفة، فقبل أقول interesting الرمز مالها ing aj للصفة. ليش؟ معنى صفة ممتعة ومسبوقة بسيمز. شوف المثال الثاني، whereas ولكن the variable ing vb cannot، يقول ال ing vb الحركي ما يصير ينسبق بسيم، ما يصير، السيم تيجي فقط الكلمات تعبر عن الصفة. للمثال تون أخذناه مال ذات snake
seems interesting. يقول هنا ال INGVB الحركية ما يصير تنسبق بسيم. شلون؟ يقول that snake seems crawling. يقول تلك الأفعى تبدو زاحفة. غلط. ليش غلط؟ أقول crawling زاحفة حركي INGVB، فشلون ينسبق بسيمز؟ خطأ. شا سوي هنا؟ أحذف السيمز بس. زين هسا باختصار ركزوا وياي طلاب قبل أروح للتمارين. ال ING عندنا ثلاث أنواع. النوع الأول inflectional هو طبعا INGVB، هاي الكلمة اللي بها ING يكون معنى حركي حركة. زين النوع الثاني INGAJ، ال ING تكون للصفة، هاي تنسبق يا أما brother quite more very seem هيك، والمعنى يكون صفة واضح. النوع الثالث شكو كلمة اللي هو طبعا النوع الثاني مال AJ اللي هو INGAJ، هذا derivational يعتبر. أي النوع الثالث أيضا derivational INGNM مال nominal. هذا قلنا بحالتين، الحالة الأولى شكو كلمة بها ING وياها S أقول هاي nominal، الحالة الثانية تابعة إلها كلمة بها ING جايت مكان الاسم، هذا مكان الاسم جاي مكان الفاعل مفعول به، المهم ما له علاقة. شوف التمارين، طبعا طلاب الدكتورة تجيب فقط من التمارين، يعني خارج التمارين ما تجيب. هاي التمارين راح ناخذ مقتطفات من عدها، نقاط معينة على مود اللحق. شوفوا هنا الرموز كاتب لك فوق، يقول يابا اكتب لي هاي الرموز VAL معناها شنو؟ معناها INGVB، يعني هاي الكلمة اللي بها ING فعلية بها حركة، واكتب لي NAL معناها هاي الكلمة شنو اللي بها ING nominal، يعني يا ما بها S أو كلمة جاية مكان الاسم. اكتب لي AJAL معناها انه هاي الكلمة بها ING توصف INGAJ. اولا خلنا ناخذ مثلا هنا الاولى it was a charming spot، اجي charming بها ING، ايش اسوي انا هنا؟ اول شيء بها S لا ما بها، خلنا ترجمها، يقول انها كانت بقعة يعني جميلة بشكل شون ساحرة، يعني مثلا عندهم بزونة، هاي البزونة مثلا لونها جوزي ولكن يعني ظهرها او جزء من جسمها اكو شون يعني تقع بيضة او كذا هيجي، فهاي تقع يقول يعني حلوة بشكل على الجسد مال البزونة، تمام؟ فيقول it is a charming spot، انها بقعة ساحرة او جميلة. فهنا برأيكم charming شو اعتبرها؟ ايش تنطني يا معنى؟ صفة لو حركي لو نومينال، صفة جاي توصف البقعة، بقعة جميلة أو ساحرة. فقبل أقول charming الرمز مالها شي يكون أكتب AJAL هنا، طبعا هي بالامتحان ما تقول أكتب أي يعني AJAL، لا أكتب لها الرمز مالها هذا INGAJ، هذا اللي أكتب لها هنا أنا. بس هم بالتمرين يقولوا لي أكتب لي فقط هذا، بس أنا بالامتحان لا أكتب لها هذا INGAJ. زين تعال هسه هنا الجملة الثانية، Jim lost both fillings from his tooth. أجي fillings هنا ال ING شبيهة مو بها S، ما دام كلمة بها ING ويا S قبل أقول هاي nominal، فقبل أكتب هذا اللي هو وين ما النومال N AL أكتب هنا الفراغ، بس بالامتحان قلت لكم أنا ما أكتب ذني أكتب هذني، يعني أكتب ING NM هنا بالفراغ الثاني. حلو شفت شلون؟ أروح لمن؟ خلنا نختار اللي بعد. شوف الخامسة old sayings هنا ال ing شبيه s قبل أقول هاي مال nominal، شفت شلون؟ حلو يعني ing and m زين. خلنا نجي مثل السابعة، شوف يقول that barking dog keeps anyone awake، يقول هذا الكلب اللي تكرمون إن ينبح، يقول خلى كل واحد هنا قاعد، يعني ممكن نايمين هم بهاي الشقة بس عندهم كلب كرموني حرس من الصبح ليل يصيح ما خلاهم ينامون. زين يقول هذا الكلب الباركينج النابح، فهنا جاي ينبح، اكو حركة لو ماكو اكو حركة النباح، فهنا تكون فعلية لو صفة لو نومينال، فعلية حركة، فاقول INGVB الرمز مالها. زين خلنا ناخذ كلمة ثانية مثلا، شوف العاشرة هنا drawings ING بها S قبل أقول هاي مال nominal. شوف 13 a moving elephant حركة الفيل
is a picture of grace. هسه تعال حركة الفيل moving كلمة بها ing بها حركة لو ما بها حركة المعنى حركة الفيل يعني جاي يمشي الفيل اكو حركة لو ماكو moving هي حركة فقبل اقول هاي فعلية ing vb الموفينج واضح شلون؟ زين فهاي هي باختصار الموضوع مال ing اعرف الing شوية بها صعوبة بس باختصار انتم ركزوا على المعنى اول شيء اذا لقيتوا كلمة بها ing وراها s اقول هاي الing nominal زين يعني ing and am اذا لقيت بها حركة ing vb اذا لقيت معنى وصف او مسبوقة very rather quite more seem اقول هاي ing aj صفة واضح؟ هذا مال ing.